واذكروا الله في أيام معدودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودة. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدع الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهدرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.